السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن عشبة وعن خلطة لرفع مناعة الطيور والدجاج. دايما بنقول لكم ان الاعشاب والخلطات اللي بنقدمها على قناة طيور فوق السطح مش اعشاب سحرية ومش خلطات سحرية، لازم بيكون في حاجات اساسيات في تربية الطيور بنمشي عليها، والاساسيات دي للاسف لما بنحكي فيها وبنقولها وبنكررها احنا بنكررها عشان بس الناس اللي ما تعرفهاش. ففي بعض التعليقات بنشوفها ان احنا بنقول كلام كتير وبنكتر في الكلام وبنقول كلام ساعات مكرر، ده مش كلام مكرر، هو مكرر بالنسبه لك لانك سمعته قبل كده وتعلمته قبل كده، لكن القناة الحمد لله دايما بتجيب متابعين ودايما بيجي لها ناس، فالناس دي محتاجة تعرف المعلومة كاملة. انت تعرفها كاملة، هو لسه ما يعرفهاش كاملة، فلذلك احنا دايما بنعيد اهم التفاصيل واهم الاساسيات في اي موضوع بنتكلم فيه على القناة علشان اللي بيتفرج ياخد المعلومة كاملة لو ما عندوش المعلومة كاملة. ازاي نرفع مناعة الطيور والدجاج بتاعنا؟ عن طريق الاعشاب وعن طريق الخلطة. اعمل لايك عشان تعرف، واشتراك في القناة، وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. مبدئيا كده المناعة بتاعت الطائر هي الجدار الواقي الحامي اللي بيحمي الطائر من اي امراض، سواء امراض فيروسية، امراض بكتيرية، سواء امراض في الجهاز التنفسي او امراض في الجهاز الهضمي او امراض جلدية او امراض في العين او اي نوع من انواع الامراض. المناعة بتاعت الطائر بتساعده ان هو يقاوم المرض لما يدخله، ويمنع المرض انه يتكاثر جواه ويكبر ويبقى له تأثير سلبي على صحة الطائر. فلو مناعة الطائر او جهازه المناعي منخفض، فكل الامراض لما تيجي تزور الطائر هتلاقيه جاهز ومهيئ للاصابة بالمرض وبالعدوى. فانت المناعة دي اجراء قبلي واجراء مسبق لازم تعمله علشان خاطر اللي الطائر لما يجيله العدوى ما يصابش بيها، او يبقى عنده الجدار الحامي فتمنع انتشار العدوى، لانك مش على طول بتراقب العدوى ومش على طول بتاخد بالك من العدوى. ممكن يبقى طائر واحد عندك عيان يعدي كل الحظيرة اللي عندك لو انت مش رافع مناعتهم. فلذلك رفع المناعة هو الجدار الاساسي والحامي اللي لازم نقويه ونعززه دايما بالاعشاب وبالادوات وبالاكلات وبالاساسيات اللي لازم ناخد بالنا منها. لازم ناخد بالنا من التهوية، لازم ناخد بالنا من ضبط درجات الحرارة على حسب الفصل اللي احنا فيه، لازم ناخد بالنا من الرطوبة ودرجتها المناسبة للطيور اللي عندنا على حسب عمرها، لازم تكون الرطوبة منتظمة، لازم ناخد بالنا من النظافة، نظافة الأكل، نظافة الشرب، نظافة المكان كله بكل تفاصيله، لازم ندخل الشمس ليهم في فصل الشتاء ونعمل ضلة كبيرة جدا في فصل الصيف، لازم نبعدهم في الحر ده عن الإجهاد الحراري. وكل سنة وانتم طيبين، خلاص الحر قرب يمشي. العشبة اللي معانا اللي بتساعدنا على رفع المناعة هي الكركديه. الكركديه بيتضاف بمعدل من 1 لـ3 جرام على لتر المية، له نتائج ممتازة على أداء دجاج التسمين، وله نتائج ممتازة على أداء الدجاج البياض وعلى أي نوع من أنواع الطيور اللي ممكن نربيها، سواء كانت وز أو حمام أو بط أو أي حاجة. الفوائد العلمية للكركديه، وبعض الناس بتقول الفوائد العلمية دي ملهاش لازمة بالنسبة للمربي الخبير اللي دايما بيربي وعنده احتكاك مباشر للطيور. احب اقولك انك هتكتسب خبرة كبيرة جدا لما تبقى فاهم علميا العشبة دي او الخلطة دي مفيدة ازاي للطيور وبتفيدهم من انه ناحية. فركز معانا. الفوائد العلمية للكركديه انه مطهر معوي، عنده قدرة جبارة جدا على القضاء على البكتيريا الضارة، خاصة البكتيريا بتاعت الإيكولاي او الاستاف او الاستريبت او الكوليرا، ودي كلها امراض احنا لازم نتجنبها
ما ينفعش نسيبها عادي كده من غير ما ندي عشبة مضادة ليها. برضو بيعمل على تنشيط الدورة الدموية، وده بيزود تدفق الدم للأنسجة، وبالتالي بنحصل على صحة جيدة للطيور بتاعتنا. برضو بيخلينا نحافظ على درجة حرارة الجسم بتاع الطائر، ولذلك بيفضل استخدامه في الأوقات الحارة علشان بيحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي. طبعا فيتامين سي ده موجود في الليمون، موجود في البرتقال، موجود في بعض الفواكه التانية، لكن الكركديه موجود بكمية كبيرة جدا وعشبة متوفرة وممكن تستخدمها، ومتوفرة في كل الفصول مش في الصيف او في الشتاء بس يعني لوحده. فبرضو الكركديه ده بيعمل كطارد للسموم، مضاد سموم كيميائي. هو مش كيميائي يعني زي الأدوية الكيميائية، لكنه مضاد سموم بيدخل في صناعة الأدوية الكيميائية لما يحتويه من أحماض عضوية زي الستريك أسيد والمالك أسيد. بيفيد برضو في حالات التهاب الجهاز التنفسي العلوي، ويستخدم في أيام البرد لتجنب التهابات الجهاز التنفسي. ده بالنسبة للكركديه. استخدموا الكركديه يا جماعة، مهم جدا 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 لرفع مناعة الطيور ولزيادة الإنتاج برضو، سواء كان الإنتاج ده بيض أو كان لحم. الخلطة بقى، لازم نقول إن الخلطة دي أهم بكتير جدا من الكركديه كعشبة، لأن الخلطة فيها مكونات مختلفة، فيها فلفل أسمر، فيها قرنفل، فيها أوراق الريحان. هناخد 10 جرام من مسحوق القرنفل، و10 جرام من مسحوق الفلفل الأسمر، و10 جرام من مسحوق أوراق الريحان. هنحطهم كلهم في مية سبق غليها قبل كده، يعني نجيب شوية مية 4 لتر، 4 لتر كافيين على الجرامات اللي احنا خدناها، 10 جرام من كل مسحوق عشبة أو من كل حاجة منهم اللي هو الفلفل الأسمر والقرنفل وأوراق الريحان، 10 جرام من كل واحد فيهم على 4 لتر. بس مش هنحطهم على 4 لتر وبعد كده نغلي، لا، هنغلي ال 4 لتر وبعد كده بعد ما المية دي تهدى شوية ونقفل عليها النار هنرمي فيها المسحوق بتاع الأعشاب دي كلها أو النباتات دي كلها، وبعد كده نخلطهم كويس ونقلبهم كويس، وبعد كده نسيبه يبرد تماما. الخليط ده عندنا هناخد منه 1 سنتي لكل لتر مية في السقايات، أو 3 سنتي لكل 3 لتر مية في السقايات. الخليط ده مهم جدا لرفع مناعة الطيور ايا كانت الطيور اللي عندك، وان شاء الله لما تستخدمه هتلاحظ فرق شاسع جدا في مقاومة الطيور اللي عندك لأي نوع من انواع البكتيريا او الامراض او اي حاجة دخيلة عليهم او اي عدوى جاية من بره. وحتى لو العدوى اتصابوا بيها هيبقى عندهم قوة ومناعة صلبة جدا علشان يقاوموا ويعدوا ويتخطوا مرحلة المرض بإذن الله بمنتهى السهولة. ده كان موضوع النهاردة. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، وتعمل تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في مجال تربية الطيور او اي حاجة عايزنا نعمل عنها فيديو في الفترات الجاية. ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.